اهلا بيكم مشاهدينا، ببدا لقائي معاكم وبتكلم فيه عن الحب، وبدلل من خلال لقائي على حاجات كتير. اولها ان الحب مش حاجه للناس المرفهه، مش كماليات. الحب مهم جدا، وهنعرف الاجابات العلميه من خلال ان شاء الله حوارنا مع ضيفتنا الدكتوره امل سبح، وهي خبيره في الاتيكيت وفي العلاقات الاسريه. اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. اهلا بيكي. هابي فالنتاينز داي. هابي فالنتاينز داي. الكلام عن الحب، يعني طبعا هنبدا بالحب الرومانس لان فالنتاينز داي هو مقصود بيه كده، لكن احنا هننتهزها فرصه ان احنا نتكلم ان الحب عموما بانواعه. الصداقات مثلا مهمه قوي، مهمه قوي ان انا يبقى عندي صداقات في حياتي، ولو صداقاتي بدات تفطر باللي حواليا انتهز فرصه. اليوم زي ده بينعشنا، بيفكرنا ان احنا نتواصل مع حبايبنا عموما، سواء اصدقاء سواء من الاسره. فنبدأ نقول الحب، لما بنتكلم عن الحب قلت في البداية ده مش رفاهية. الحب بيأثر على حياتنا، بيأثر نظرتنا للحياة، على طاقتنا، حتى على صحتنا. صح الكلام ده؟ ليه مردود علمي؟ ليه أساس؟ أكيد له أساس. الحب هو كلمة صغيرة، الحب عطاء، الحب زهرة بتنور وبتظهر في فصل الخريف. الحب ملوش عمر، الحب تفاؤل، الحب هو الدرع الواقي من الاكتئاب. لو احنا يعني اكيد الافلام اللي بيجيبوها، بعض الافلام بتبقى من واقع الحياه. كان في فيلم اسمه انت عمري، كانت هي مريضه كانسر خفت بالحب. ايوه. ده الحب الصادق. أيوه. اهم حب في الحب كله حب الله بجد فعلا، يعني حب الام لبنتها او لاولادها، حب الزوج لزوجته، حب الأبناء لوالديهم. الحب لو احنا اتكلمنا عليه كلمة صغيرة حيرت الفلاسفة والشعراء. أيوة. بدليل قصص حب كانت أبدية، بس الغريبة لما الواحد بيسترجعها يا دكتورة بيلاقي إن اللي خلاها أبدية إن هي نهايتها مش معظمها مش سعيدة، نهايات مأساوية، وقليل منها اللي نهايته استمرت مدى العمر. هنتكلم بقى، يعني هننزل لأرض الواقع شوية، ممكن ندي أمثلة بالقصص دي بعد كده، لكن في أرض الواقع بتلاقي قصص حب كانت بادئة من أيام الجامعة والدراسة، استمرت سنين، ونلاقي بعد الجواز بما فيش. حاجة غريبة جدا، نسمع إن حصل انفصال، وده بالتحديد على فكرة في الأجيال دي، يعني أجيال الجديدة. هو ليه؟ الحب حضرتك احنا قلنا ملوش عمر، لا في أجيال جديدة ولا في أجيال قديمة. أنت اللي بتنميه، بتنميه إزاي؟ بالاهتمام، بالصدق، بالمشاعر الصادقة فعلا. أما أنك أنت هو ممكن مثلا يبقى عجبها شكله، عجبته شكلها، فده ما بيبقاش حب، ده بيبقى حب جسدي وليس حب للحب نفسه. الحب يعني إيه معنى؟ يعني لو هنقول طيب اديني ديفينيشن، اديني تعريف الحب. وكنت لسه شايفة على فكرة حكاية لشاب هو عنده مشكلة جسدية، معاق، وكان بيتكلم إن حبيبته دي هو ده الحب الصادق فعلا، هي فاهمة يعني إيه حب. فأنا عايزة توصيف أكتر. الحب هو كيمياء، يعني أنا قاعدة مع دعاء، يعني مش لازم بتكلم عن الحب كحب عامة. الحب ده كيمياء، الأرواح جنود مجندة، اللي بيتعرف منها بتلاقي نفسك بتتكلمي، وبتلاقي نفسك في كلام بيطلع لوحده. الحب نظرة عين، الحب انك انت تشوفي اللي قدامك احسن واحد في الدنيا. افلاطون قال ايه؟ الحب اعمى. فيعني عارفه الحب فعلا اللي هو كسهم، اللي هو بيخترق القلب. طلاقي روحين. لو طلاقي روحين، او اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي كيمياء فعلا. طلاقي روحين هي كيمياء. يعني في ناس بتشوفيها ما بتبقيش قادره حتى تتكلمي معاها، وفي ناس بتشوفيها اللي هو فعلا انت بتحبيها. الحب من اول نظره موجود. الحب موجود انك انت تشوفي حد تحسي انك انت فعلا عارفاه وشفتيه قبل كده واتكلمتي معاه قبل كده، او عايزه تتكلمي او عايزه تعرفيه، يعني انجذبتي له لدرجه انت مش عايزاه يمشي خلاص ويختفي من حياتك. ده موجود، ده هو ده الحب الافلاطوني، اللي انت بتبقي عايزه تعرفي الديتيلز، التفاصيل عنه.
اللي هو يعني انت بتنامي بتفكري فيه، اللي هو عايزه تسعديه ممكن على حساب نفسك. هو ده الحب الصادق. الحب الصادق دلوقتي بقى قليل، مش عيب في البشر ولا عيب مثلا في الوقت، لا هو اساسا ما بيبقاش حب من الاول، بيبقى مجرد اللي هو اعجاب. ايوه ممكن. يعني حضرتك بتقولي ان الحب ما بيستمرش علشان هو شكلها عجبه، لا دي بتبقى قصه مستمره سنوات قدامنا كلنا. بيحصل الجواز، هل بقى الجواز فعلا زي ما بعض الرجاله بيطلعوا يقولوا ده مؤسسه مش عارفه ايه ده بيقتل الحب، ولا هو بيتسرسب من بين ايدينا من غير ما نحس، حاجه صغيره على حاجه صغيره مع ضغوطات الحياه طبعا مش هننكرها. خلي بالك ان في مشاكل، الحياه بقت صعبه، فعشان يعيش الحب عايز مجهود مضاعف. بصي اقول لك حاجه، الحب ورده عليها الوفاء هو قطرات الندى. اللي بيموت الحب فعلا انه بيدوسه برجله، سوري، الخيانه. الخيانه رقم واحد. يعني عارفه في اسباب بتخلي الحب يتلاشى، اللي هو مثلا البعد، عدم الاهتمام، عدم اللي هو تطلع للمستقبل، ان في طرف واحد هو اللي بيتطلع للمستقبل والطرف الثاني اللي هو مش في دماغه، اللي هو بيسعى ورا حاجة تانية. يعني احنا قلنا ايه اللي هو الخيانة. وفي خيانة بتبقى عرضية وخيانة مرضية. الخيانة العرضية دي ممكن تعدي وخلاص مر الكرام، اما الخيانة المرضية بتبقى واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، وده ما بيعرفش يحب، ده ما بيحبش غير نفسه بس. ده كده اول حاجة بتكسر اي علاقة حب، اي جواز، اي ارتباط، اي نوع من انواع الارتباط، اي حب. يعني الحب ده يعني في اصدقاء بتبص تلاقيهم اصدقاء وبعد كده بيبقوا احباب، اما ان الحب يتغير لصداقه ده بتبقى قليله قوي. ايوه تمام. طيب هنرجع نتكلم عن الحب مره تانية، وخلينا نشوف احنا عملنا لقاءات مع ناس عاديه، ناس ماشيه منطلقه في الشوارع، وسالناهم لو هتدوا رساله او هتوجهوا رساله حب تهنئة بمناسبة عيد الحب هتوجهوها لمين؟ هنلاقي بقى اللي بيختار زوجته، اللي بيختار والدته. هنشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. شفتي معايا التقرير؟ اللي اختارت والدتها تقول لها رسالة حب في العيد ده، هي حلوة، حاجة جميلة قوي ان احنا نعبر عن الحب. كنت بتقولي من اسباب اللي بتؤدي لان الحب ينحسر او يضيع مننا من غير ما نحس، الخيانة. لا في كمان اسباب، ده السبب القوي الاساسي، لكن في اسباب صغيره متراكمه. في ان انا مش بقول كلمه حلوه لقدام، في ان انا ايه تاني مش بعبر، يعني مش بعبر باي حاجه. تخيلي اقعد مع واحد سنين او واحده هي مش بتعبر لي عن انها مبسوطه معايا او امتنان في اي حاجه، الابتسامه. يعني في حاجات، في اسباب صغيره كتير. بصي يا دعاء هقول لك حاجه، هو الحب مش للازواج بس او للاولاد بس، هو طبعا يعني المولى عز وجل قال أين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أين المتحبين في الله يوم، يعني المولى عز وجل قال كده، يوم يظل، يعني يتظل تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. يعني حتى الحب موجود، الحب الإلهي، حب سيدنا محمد لزوجاته، حبه لصحباته. لو احنا هنتكلم على الابتسامة، الابتسامة بتفتح القلوب المغلقة. يعني أنا ابتسامتي ليكي ممكن تفتح لك قلبي. الكلمه الطيبه مهمه جدا، الابتسامه. تخيلي دايما تروحي بيتك تلاقي وش مكشر، مهما تعملي بتلاقي وش مش راضي، وش يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، بعدين نقول الحب راح فين. هرجع معاكي تاني لانواع الحب اللي عايزين نتكلم فيها وحضرتك عايزه تتكلمي فيها، اتفضلي. زي ما انت بتقولي طبعا الحب الابتسامه، الكلمه الطيبه صدقه. هو بياخد ثواب، لو احنا بنتكلم عن الازواج هو بياخد ثواب مع التعامل مع زوجته. احنا لو بنقول بيختفي، بيختفي عشان قلنا عشان مفيش تطلعات لبكره، مفيش امل لبكره، مفيش تخطيط لمستقبل لبكره، مفيش اللي هو هو حتى لو بره بيتصل بيها بيهتم بيها، الاهتمام هو اساس الحب. بنشوف مكالماتهم على ذكر بره في البلاد الاخرى والدول، بنلاقي اي لاف يو لزوجته لازم قبل ما يقفل. يعني الحاجات التاتشات الصغيره. طيب نرجع نقول ان احنا محتاجين قوي للحب. الحب يا جماعه ابحاث علميه قالت
انه بيأثر مش بس على طاقتنا الانتاجية، على حبنا للحياة، حتى المشاكل بتقل بتبقى كده، وبنقدر ان احنا نتعامل مع مشاكل حياتنا اليومية. بيأثر كمان صحيا. حضرتك هو درع واقي مثل انت عمري وهو درع واقي من الاكتئاب زي ما قلت في اول الحلقة. الحب امل لبكرة، الحب بيدي بريق للعين، الحب ملوش سن وملوش عمر. الحب بيخلي يعني ملوش سن. ها لا ملوش سن، انا بحب بس اكد على بعض الجمل. لا ملوش سن وملوش عمر. ملوش عمر، وبنلاقي برضو في البلاد ولا وهنا بقينا في مصر زواج الاثنين كبار يعني في السن وبيحتفلوا بزواجهم ففعلا هو مش مرتبط بعمر. لا مش مرتبط بعمر. أي. كانت في قصه عجبتني قوي، كان واحد مراته جميله جدا فجالها مرض جلدي فتشوهت، هو عشان ما يتعبهاش نفسيا ادعى بالعمى ان هو اتعمى ما بيشوفش خلاص، فهي بقت مرتاحه نفسيا ان هو مش شايفها وهي وشها بيتشوه عشان هي كانت جميله جدا. شوفي سمو المشاعر، الله عليهم. انا ما اقدرش اقول غير سمو ورقي مشاعر. ولو على القصص بقى اما توفت أي. اما توفت وهو راجع من القبر فبيسندوه، قال لهم راحت اللي كنت اعمى عشانها. فالحب يعني اللي هو في ناس ما بتعرفش تعيش من غير حب، الحب امل لبكره. في ناس هو المفروض كل الناس الطبيعيه هو مش بتكلم على حب لازم اكون متجوزه لازم اكون ليا الحب الرومانسي، لا انا بتكلم على كل انواع الحب زي ما قلت في البدايه. الصداقه مهمه قوي، القريبين الاهل يعني الاولاد دول بنعيش بنتنفس بالمشاعر دي. احنا عاملين عيد للحب، يا ريت ايامنا كلها تبقى حب، يا ريت ساعاتنا كلها تبقى حب. يعني اللي بيحب حد في ثلاث حاجات ما ينفعش تخبيهم، لا الحب ولا الحقيقه ولا يعني الاعتراف، الثلاثه دول ما ينفعش تخبيهم، لازم تقوليهم وتقوليهم على طول. انت الاعتراف ان انا بحب اللي قدامي، بتحبي اللي قدامك او اعتراف عن حاجه معينه بس والحقيقه انك انت تقولي الحقيقه مهما كانت هي صعبه والحب التلاتة. ده اللي يخلي العلاقات قصدك تنمو وتحتفظ بنفسها، ان بلاش كذب. دول ما ينفعوش يستخبوا يعني ما نقدرش نخبيهم، ما نقدرش نحطهم جوانا ونسكت. ايوه يعني دول بيخلوا الدنيا تبقى واضحه وصريحه. ايوه اللي بيبوظ برضو الحب الكذب، الكذب المستمر. مفيش أمان. حاجه اسمها لان الكذب بالظبط كده مفيش امان بالظبط كده. وهو الامان مهم قوي. وخلينا نكون واقعيين، هو مفيش بعد الجواز بسنوات المشاعر اللي هي بتبقى فتره الخطوبه او ما قبل الخطوبه، يعني دقات القلب اللي بتتسارع دي واللهفه قوي على اللقاء والدموع والسهر بالليل، لا بياخد شكل تاني. رايك بياخد ايه؟ بياخد انا شايفه، قولي لي راي حضرتك المتخصص. شايفه الاساس لازم يكون احترام، صداقه، صراحه، ده اساس. ده ثلاثه يعني ثلاثه ما ينفعش نتخلى عنهم. الصراحه، الامل في بكره، انت بكره هتعملي ايه؟ اما انا مش واحد بيعمل والتاني واقف مكانه. ال يعني اللي هو ما يبقاش فيه يعني زي ما بنقول ايه حوار، يعني اللي هو حاجه هيدن او مخفيه عنها او عنه. بلاش حوارات زي ما بنقول كده. احنا بنشكرك دكتوره امل سبح، شكرا ليكي على هذا اللقاء والطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا اللي كلنا محتاجين ليها، وفرصه النهارده نحاول ان احنا نستمدها باي طريقه. لقاءنا انتهى لكن حلقتنا لسه ما انتهتش، لسه انا ومنى الوكيل هنلتقي مع الشيف زينب عبد الستار ونستعرض الاطباق في شكلها النهائي ثواني من دلوقتي.